وينضم معنا من عمان الدكتور خضير كاظم أحمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي للحديث عن تضخم ديون العراق الخارجية والداخلية وسط أزمة اقتصادية خانقة وتفشي وباء كورونا. أهلا ومرحبا بك دكتور خضير. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، هل من الصحيح أن تلجأ الحكومة الحالية إلى الاقتراض مرات عديدة لتسديد رواتب الموظفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عملية الاقتراض حالة يجب أن لا تلجأ إليها الدولة في مراحل لديها سبل مختلفة لتعظيم إيراداتها من النفط ومن القطاعات العاملة الأخرى في العراق. إذ أن هناك إيرادات غير نفطية تتمثل بالعديد من على سبيل المثال المنافذ الحدودية، الضرائب، الجمارك، بالنسبة إلى الخدمات، خدمات الطيران ووسائل الاتصالات وغيرها. إذ أنها تشكل موارد مالية وتعظم سيولة البلد وتحقق له إنعاشا اقتصاديا سليما. إلا أن الاقتراض يعتبر بمثابة الكي يجب أن يلجأ إليه في آخر نفس، لا تستطيع من خلاله الدولة أن تسهم في معالجة ما هي عليه. لماذا؟ لأن الاقتراض يثقل كاهل الأجيال العراقية بديون تمتد إلى آماد زمنية طويلة. والعراق مثقل حاليا بأكثر من 130 مليار دولار، بعضها خارجية تقدر ب 70 مليار وفي الداخل 60 مليار دولار، وهذه المبالغ لا تستطيع الحكومة في ظل حالة الفساد العارمة التي تجتاح البلاد منذ الاحتلال في 2003 ولحد الآن. تلك الحكومات شرعت بتغييب ثروات العراق تارة لجيوبها وأخرى إلى البلدان التي تواطأت معها لتدمير العراق. طيب، وتبديد ثرواته. في نفس الإطار هنالك نواب يتهمون الحكومة بتأخير إطلاق الرواتب عمدا، وذلك لابتزازهم من أجل التوقيع على قانون الاقتراض الجديد. كيف سينعكس كل ذلك على الطبقات الاجتماعية في العراق، لا سيما الطبقة المتوسطة؟ الحقيقة هذا التوجه بين البرلمان وبين الحكومة متأتي من خلال المبلغ المطلوب المصادقة عليه، وهو 41 تريليون دينار، في حين أن الدولة أو الحكومة بإمكانها أن تقترض ما يعادل 9 تريليون، وهي 9 تريليون دينار تغطي حاجة الرواتب للموظفين للشهر العاشر و11 و12. لكن الدولة تريد، أو الحقيقة الحكومة تسعى لاقتراض 41 مليار، أي يبقى لديها فائضا بحدود 32 تريليون دينار عراقي. إلى أين تذهب؟ ما هي الأبواب التي ستشرع الحكومة بإنفاق هذه الأموال الطائلة بها؟ لذلك هذا الصراع بين أن يحدد المبلغ الذي ينبغي أن يقر من مجلس النواب لتغطية الحاجة، وهو بالحدود اللي أشرت إلها 9 تريليون دينار، وبين ما ترغب به الحكومة ب 41 تريليون دينار. فهذا هو الفرق والذي يدعو إلى الاختلاف بين توجهات البرلمان وتوجهات الحكومة. عدم وضع الحكومة اعتبارات لتفشي وباء كورونا إلى أي مدى سيساعد في تسريع انهيار الاقتصاد العراقي؟
أخوي الاقتصاد العراقي منهار ويمر بكارثة عارمة، إذ أن المسارات التوجهات الحكومية أدت بشكل لا يقبل الشك إلى تدمير البلد اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وسياسيا وأمنيا وخدميا. نعم. إن هذه القطاعات المختلفة بالشعب العراقي جاءت من أثر الحكومات الفاسدة التي تربعت على رقاب العراقيين وبددت ثرواتهم وقتلت رجالهم، وأصبح شعبهم يعيش في ضائقة خانقة من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات والتعليم والصحة وإلى آخره. تلك الحكومات حقيقة ليست بحكومات ذات فكر اقتصادي واجتماعي محدد، إنها تسير بمقتضيات الأجندات الخارجية والتي لا طائل لها إلا تمزيق وحدة العراق وتماسك شعبه وتبديد ثرواته وضياع كل ما يمتلكه. وإلا لو أنهم يمتلكون من الفكر الذي يدعون به، ما عليهم إلا أن يقتدوا بمثل ما يقولون بأنهم شيعة ويتبعون نهج آل البيت، ونهج آل البيت وعلي بن أبي طالب واضح تماما إنهم لا يقتدون بهم. إذ إنني في هذه العجالة أستطيع لك أن أشير إلى قول من أقوال الإمام علي لعلهم يرعون عن خضوعهم لتلك الأجندات الخارجية. نعم. يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أحصي الله في جرادة أسلبها جلب شعيرة. نعم. ما فعلت، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، أعوذ بالله من سبات العقول وقبح الزلل. فإنهم لو أدركوا أنهم في سبات عقولهم سيقودون العراق إلى كارثة عارمة ستؤدي بشعبه إلى الدمار وإلى الضياع وإلى نهج مارق وسالب لكل قدراته. الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمود، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.